قار كميدا هو دياشا موتوباجاجكا استعمالا ودوينك مقالا دا مقدشا ايا كعبانيا بربر حوغان او كجرا ميلها اي استعمالا وحا اي شاگان ان ديبوين اي كوقبان استعمالك ودوينك قار سيدا ودادا جالسياد او دحمرتا داق موينك ودجير اي دركنلي ودادا مهلين واحدا يعتراتان اي بربركي مركا لغاريبو ما مولادا لابد داقم اي ودجير اي دركنلي او مراركا قار حالك مركا اي كيابان عراكو شبو darawalada nala hadlay ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan jirin canshuur ku baaqata bil walba hadana aysan u muuqan wax qabadka canshuurta laga qaado wadooyinkana ay yihiin kuwa burbur la sii baabaya bajaajleyda ayaa ugu dambeen waxa ay baaq u direen masuuliyiinta dawladda oo ku aadan in wax laga qabto xaalka wadooyinka Muqdisho waxa aad uga caawineen hadana gaadiidleyda bajaajleyda iyo wadada aad u burbursan tahay canshuuradkana laga qaado oo cid hadii cabashadeena cidna ay noo qaadi laadahay dawladda waxaan ku codsanaynaa إلا ينصب بيان وددان. سي غاديت كينا ينفتنا إمال كان إنه قبض بعدان. يدو قاستنا في إرنا ندروفها جردرتين. وأنا وددان جيت كجالسيات. والله إنتي ودك أبر بري إلا هلام بابر برسيتا وح دا يعتلوا لوسو بي مجرتا. وكاسها. مر البور ربي ما عرض دي لوشو عرضي ويدادا تالي. وعن كعبنا إنا وددان اسكو حرتا كورنتا إلا يحوش لو يغامد جالسيات. إنا آد أبر برسنتا هاي. إن أي محاية تود إن واحد لقى قبنا أي سنجرين وتدها حاول تاكا ورون سنة دول بعركة والوش بعد إن ربك يا قادو حن كعبنا وتدها سنة نقد سنة دولة الصوماليات إن مقالة ملية ذكر والد لسي دبات وين أنكو قبنا عنشور نقوم بباقته كل البواس كبحنا أنا قال رأس سنة دولة عنشور تاني نمسور راديان حن كعبت سنة إني وتدها سوح كقبطان معناها سيدو ورأسي أبدا نقول لسان ودوين كان موتا بجاجلة أن هاي ودوين كا أبر برسان كعب هنا أو كجرت وضعها مدينة أو وين وضعها وين أو هذا سوق وين إلا حش الكاميرات واحد جاي جاي على الشباب جاي جواك بحى مركب على الشباب أنا ما شفت بوجهنا ودين كان بربرسن وده حيا لكن لي ودجير أنت وده حلا لا وضعها كلا تو إذا إكس كنترال قشة مرك عنشورنا ما لي كانوا أنا قلق هذا sababtu macnaa ma wada qaadan waxay tahay yani waxa la yiraahdo in wadooyinka iyo waxyaabaha dhor markay yani dadka lagu qabto wax hadda uma jeedna macnaa yani noogu la qabanaya anagana waxay tahay waxa ku dhimanay wadooyinkii aad u burbursan yihiin wadadan Jaalasiyaad iyo wadooyin kale oo caasimada ku yaala isla markaasina ay ka cabanayaan darawalada bajaajka ayaa ah xaalad aan indhaha laga qabsan karin oo u baahan wax qabad dhab ah waxaana dhismaha wadooyinka ay mas'uuliyad ka saaran tahay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir maadaama shacabka ay xaq u leeyihiin in jeebkooda lagu celiyo canshuurta laga qaado Ismaaciil Axmed Maxamed Shabeel TV magaalada Muqdisho